والله الايفنت كان خرافي جدا وانا انصح بشده يعني. كان وقت ممتع واستفدت فيه الحمد لله، وان شاء الله نكمل عليها. كنت مستني اشوف ايش سامسونج قاعده تسوي عشان توصل الفكره اللي هي حطتها، الفكره اللي حطتها في التايتل حق الايفنت، والفكره اللي جابتها المتحدثين هذولي سبيسيفيكلي عشان توصلها. وصراحه سنس اني جيت. اولا اشكر سامسونج ما شاء الله تبارك الله على حدث كهذا وايفنت كهذا، خدمه مجتمعيه رائعه جدا جدا جدا، واهنيها كشركه عالميه ان يصير حدث كهذا الحدث. المتحدثين اليوم كانوا صراحه على مستوى، يعني في فيصل السيف وإيمان عبد الشكور وبسمة الخريجي، وكل شخص كان له موضوع. كلمات ممتازة، في أفكار جديدة، معادلات. صراحة إيفنت زي كذا مرة تساعد الـ new generation، it can inspire you، مرة يقدر يلهمك الموضوع، وتقدر تشوف كيف ناس كانوا زيك والحين صاروا ناس you can look up to. اكتسبت تجارب من أصحاب الخبرات اللي خاضوا هذه المجالات قبلنا، وتنبيهنا على الحاجات الأساسية اللي تقصر علينا الطريق إن نطلع أفضل وأفضل، يكونوا هم قد خاضوا فيها. والله أنا أشوف كل واحد تكلم عن نقطة معينة، أنا أشوفها كلها يعني صراحة صحيحة، بس كل واحد تكلم يعني من الفيو بوينت حقه ومن آراءه يعني والتجارب اللي مرت عليه، فممكن تختلف من شخص لشخص، مو معناها أن هذه غلط وهذه صح، أنا أشوفها كلها صح، ولكن مجرد آراء تختلف وتجارب مختلفة يعني صراحة. الحكي اللي صار اليوم للمتحدثين كان جدا مثير وجدا يعني في إقناع وأيضا جدا ملهم، والاستفادة الكبيرة من الحدث هذا أنه بالنسبة لي أنا قدرت أني أضيف نقطة أو نقطتين كنت ممكن غافل عنها، في أني أقدر أبتكر وأساهم في تحقيق أهدافي ومشروعاتي الخاصة. الشركات العالمية زي سامسونج وغيرها هم عندهم كابابيلتي كبير أنهم يغيرون في أشياء في المجتمعات الصغيرة والكبيرة، هم اللي عندهم اليد أنهم يغيرون أشياء مرة كبيرة. الصراحة أول كانت في عوائق جدا كثيرة أنه تمنعنا أن نحقق أحلامنا خاصة، بس لكن الآن إن شاء الله مع رؤية 2030، رؤية المملكة العربية السعودية، الله يطول في عمر الملك سلمان ولي عهد محمد بن سلمان، أبدا ما في شيء يمنعنا أن نحقق أحلامنا، للأمام. بناء على الواقع وعلى المقومات والصفات اللي عندي أقدر أنه أنا يعني أستخدمها بسبيل أني أحقق الهدف تبعي. أبدأ من اليوم وأشوف الشيء اللي أنا أحبه وأحب أشتغل فيه وأستمر فيه إن شاء الله وأوصل اللي أبغاه، والأحلام ما تتوقف يعني. حتى لو الحلم يعني كان صعب أن تحققه الآن، المستقبل بدي تحققه، أهم شيء أنك لا تنسى الحلم هذا، لا تنسى الشغف اللي كان عندك مدام موجود، يعني أنا أشوف ما عندك شيء يمنعه صراحة. التردد هو مقبرة الفرص، يجب أن لا نتردد، ويجب أن تكون لدينا رؤية واضحة نحو أهدافنا. الصراحة بعد ما شفت سبيكرز اللي اليوم it definitely inspired me. I'm gonna work harder. إن شاء الله I'm gonna achieve my dreams.